الرحمن الرحيم. أنا المقدم حسن محمد رحال والأمير صخر غازي الشايخ، نعلن انشقاقنا عن النظام الأسدي الفاسد وجيشه الوحشي الذي انحرف عن هدفه النضالي لتحرير الأرض المحتلة وحماية الشعب إلى جيش أسدي لحماية مصالحه والاعتداء على الشعب الذي وجد من أجله وحماية مصالح الشعب. نعلن تشكيل كتيبة ملوك البر تحت راية جبهة ثوار سوريا الجيش الحر، ونعاهد الله وأبناء شعبنا على البقاء على العهد حتى النصر والشهادة والمجد والخلود لشهدائنا والشفاء لجرحانا، وعاشت سوريا حرة أبية. الله أكبر.